ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد والنهارده هنتكلم عن اهم اسئله بتسالوها عن ازاله الشعر الزايد من كل منطقه في الجسم، وهتكلم معاكم في كذا موضوع لان انا ما ينفعش اقول لكم مثلا هنشيل الشعر الزايد ازاي واساسا في بنات دلوقتي لحد اللحظه دي بتتفرج علينا وعامه في اي وقت بيتكلموا على ان اهاليهم امهاتهم مش موافقين اصلا على موضوع النظافه الشخصيه ده خالص، يعني لسه لحد دلوقتي لسه في فكر انه البنت ما تنضفش نفسها تماما ولا تشيل الشعر الزايد غير لما تيجي تتجوز. فلازم نظبط كام نقطه كده مع بعض قبل ما ندخل في ازاي نشيل الشعر الزايد من كل منطقه في الجسم. بس قبل ما نبتدي قولوا لي ايه رايكم في الديكور الجديد ده، حلو عجبكم؟ صرف بعيد. بصوا بقى النهارده اي سؤال هيجي في دماغك عن ازاله الشعر ان شاء الله هتلاقي اجابته في الفيديو ده. هم حوالي 5 نقط هتكلم معاكم في كل نقطه بالتفصيل. اول نقطه ابتدي اشيل الشعر الزايد من جسمي عامه، سواء من الوش، من البيكيني اريا، من الاندر ارم، من الجسم كله عامه. من سن كام ده؟ بيكون مع سن البلوغ، يعني وانس ان تجيلك البريود اوريدي خلاص بيبقى ابتدى الشعر يظهر، بقيتي انثى كده وجميله فبيبتدي الشعر ده يظهر، فاحنا ما بنعملش قبل كده. وقبل كده اصلا يعني بيبقى سن البنات صغير قوي اللي هو لسه مش مجمعه. انت هتحسي الموضوع ده قوي مع البريود، وان شاء الله هعمل لكم برده فيديو عن البريود مخصوص، لانه ضروري جدا ان احنا ننظف المنطقه دي كويس عشان لما يجي وقت البريود الدنيا ما تعكش مننا والتهابات وحاجات مش ظريفه خالص بتحصل. تاني حاجه، افضل طرق اللي اشيل بيها الشعر من البيكيني اريا. انا كل ده لسه في منطقه البيكيني، بس افضل الطرق في السن الصغير ده هي القص. يبقى مقص صغير كده مخصوص للمنطقه دي تقصه بيه. انا قصيت حوالي 2 مرات وبعدين تجاهلت الموضوع تماما، واحكي لكم القصه جت ازاي يعني، وبعد كده دخلت في مرحله السويت على طول. بس السويت هيكون حاد جدا في السن ده، ولو محدش عمل لك مش هتعرفي تعملي لنفسك، ولو عملتي لنفسك هيبقى الموضوع صعب. يعني احنا بنتكلم برضو في 11 سنه او 12 سنه، لسه سن صغير قوي على شده السويت وكده، لانه من وجهه نظري ده من افضل الطرق لازاله الشعر في المنطقه دي. بس انا ان شاء الله هكلمكم عن كل وسيله بالتفصيل عشان كل حاجه او كل طريقه ليها مميزاتها وليها عيوبها، فانا هحط قدامكم دي مميزاتها 1 2 3 وعيوبها 1 2 3، وانتوا قرروا وشوفوا الانسب ليكوا ايه وجربوا وهتعرفوا المناسب وايه اللي تقدروا تمشوا عليه بعد كده. وليه انا ابتديت بالقص وقصيت 2 مرات وبعد كده سبت الموضوع ده خالص؟ لان وقتها كان منتشر قوي ان الناس اللي بتعمل بسويت غلط جدا، وان في واحده اتشلت وهي في الحمام وجالها يعني المنطقه دي فيها زي شعيرات كده حساسه وهي شالت مره واحده، فالشد ده خلاها تتشل كده في مكانها شلل مؤقت، كان رعب يعني، كان ذعر عشان يخوفونا من موضوع النظافه الشخصيه ده. فاللي هو يعني انت تقصي وتحمدي ربنا اصلا انك قصيتي، ان مامتك مثلا وافقت ان انت تقصي او تقصي من وراها حاجه كده يعني. فكانوا مصورين لنا موضوع السويت او نزع الشعر من المناطق دي ان هو حاجه خطيره جدا وما ينفعش ان هي تتعمل، ولو اتعملت تبقى بطريقه معينه. بس عامه لو هتبتدي في سن صغير هيبقى بمقص صغير مخصص للمنطقه دي، وهتقصي الشعر لان الشعر في الحته دي طويل، فكل ما كان طويل كل ما البكتيريا اتكونت تحته، ومهما حاولتي تنضفي مش هتعرفي توصلي يعني للجلد، طبقه الجلد نفسها عشان تنضف كويس. فالقص احسن الوحشين. احنا في السن الصغير ده هنقص، بلاش سويت وبلاش حلاقه وبلاش كريمات اللي هي بتشيل الشعر. الكريمات دي بتسمر جدا جدا يعني، مع الوقت هتلاقوها عملت اسمرار، مفيش حد جربها وارتاح عليها، الشعر بيطلع بسرعه جدا، ده غير انه ريحتها صعبه. قصه الريحه دي مش قضيه، ماشي ممكن نستحملها، بس هي فعلا ممكن تسبب التهابات على المدى البعيد، غير ان هي بتسمر المنطقه دي. فبلاش موضوع الكريمات ده، وانا على فكره برضو جربته بس ما كانش حلو خالص، وكان الشعر بيطلع بسرعه. في طريقه تانية اللي هي الشيفنج، الحلاقه، بس انا ضد الطريقه دي خالص، وان احنا يعني ندخل بقاله حاده كده على المنطقه دي صعب، لان اولا في الاثنين في الشيفنج وفي الكريمات الشعر بيطلع بسرعه، الشعر بيطلع محبب لان احنا بنقطم الشعرايه، بنقطمها مش بنشيلها من الجدر، مش بننتفها يعني. يعني براون، سويت، شمع، الحاجات دي بتطلع الشعرايه من الجدر، فبياخد وقت اطول عقبال ما يرجع يطول تاني، وفي نفس الوقت بتتشال الشعرايه كامله خلاص. لكن لما بنقطم الشعرايه
تيجي بقى تطلع تخترق سطح الجلد تاني، بتطلع بحبوب كده، ده غير الالتهابات اللي ممكن تحصل مع الحبوب دي، واي التهاب عامة يعني احمرار، واحمرار يعني اسمرار، واحنا اخر حاجة طبعا عايزينها ان المنطقة دي تسمر. فحتى الناس اللي بتستخدم الشيفينج لجسمها، اللي بتعمل ايديها ورجلها بالشيفينج، في رأي بيقول انه ما ينفعش الشيفينج في المناطق اللي هي الاندر ارم والبيكيني اريا، لان الشعر فيها سميك وتقيل، واولا لازم يتقص عشان نعرف نشيله، وبعد ما بتشيليه بيطلع محبب. وفي ناس بتستخدمها ومرتاحة عليها، انا مش معاه كده خالص. انا اصلا قبل يعني وانا بكتب السكريبت بتاع الفيديو ده قلت طبعا لازم اشوف وجهات نظر تانية، لازم اشوف لو في طريقة تانية الحق اجربها قبل ما اعمل لكم الفيديو ده. فلقيت واحدة أجنبية كان عنوان الفيديو tips and tricks في موضوع الشيفينج ده، فهم قاعد ان هي تطلع عاملة كده وتقعد تعمل تحت بطاطها ومش عارف عادي، فهي طالعة وعملت رجليها وبعدين جات لمنطقة الاندر ارم بتعملها، تقول ان الشيفينج احلى حاجة وان انت تحطي زيت جوز هند قبل ما تعملي وده هيرطب الجلد وهيطلع جلدك ناعم ومش عارف ايه. هي اصلا بتعمل في منطقة يعني اندر ارم وكلها حبوب وخضار وسواد، وطلع وحطها كده في الكاميرا. ايه ده؟ يعني انت بتقولي مش هيطلع حبوب ومش هيبقى فيه التهابات وان الجلد هيبقى املس وناعم، وهي اصلا المنظر متشوه من تحت. لا وشغاله برضو بتعمل بالشيفينج، فما عجبتنيش خالص. شفت فيديو تاني بيتكلم برضو عن الشيفينج، فقالت ان الشيفينج كان بالنسبه لها افضل حاجه للجسم كله ما عدا البيكيني اريا والاندر ارم والكلام ده من دكتوره، لان الشعر سميك وتقيل في المنطقه دي، فلو حلقناه كده يومين ثلاثه هيطلع، وهيطلع بروز سودا كده لانه احنا قطمين الشعرايه، فانت لو شلت شعرايه خالص بتطلع براس ضعيفه كده رفيعه خالص، انما انا قطمها من النص فاللي هو سمك الشعرايه باين، انا في نص الشعره. فقالت انا حتى لحد دلوقتي مرتاحه جدا على الشيفنج كجسم ككل، ولكن البيكيني اريا والاندر اون ما ينفعش معاهم شيفينج، وانا اقتنعت بوجهه النظر دي اكتر. برضو مره تانية لو حد بيستخدم الطريقه دي ومرتاح عليها مفيش مشكله، انا بتكلم في العموم، وعامه انت لما تجربي هتعرفي ايه الطريقه الانسب ليكي. النقطه الثالثه ندخل على الوش. مش محتاجه ان انت تشيلي الشعر من وشك في سن صغير غير المنطقه دي بس لو ظاهره ومضايقاكي، في ناس اصلا بيبقى عندها اللي هو خفيف خالص، بس غالبا كلنا على سن اعدادي كده بتلاقي موضوع ظاهر قوي، فطبعا تشيليه. وافضل طريقه للاريا دي هي الفتله بصراحه، يعني هي الفتله انسب حاجه، وان شاء الله لما اعلمها لكم هتعرفي تعملي نفسك تك 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 في ثواني خلص الموضوع. ممكن لو الشعر في وشك مضايقك قوي ممكن برضو ان انت تشيليه من بعد ما تجيلك البريود، بس ان شاء الله هكلمكم عن الطرق بقى اللي هنستخدمها لازالة شعر الوش وكل حتة فيه، بس ده بقى في الفيديو بتاع ازالة الشعر من الوش. وعايزة اقول لكم انتوا في سن صغير معظم البنات ما بتبقاش اصلا محتاجة ان هي تشيل الشعر من وشها، بيبقى شعر وبري ويدوب كده على الوش، ولا بيشوك ولا بيضايق ولا ظاهر اصلا. ففي حالة ان هو ظاهر او مضايقك او ممكن وقتها نفكر ازاي نشيله، لكن غالبا مش هتحتاجي تشيليه، هو ما بيظهرش اصلا غير مع اضاءه الشمس، او لو انت حاطه فول ميك اب بقى، يعني حاطه ميك اب كامل بيظهر الشعر جدا، لكن لو انت في الحياه العاديه مش هيكون ظاهر. ولكن عايزه تشيلي شعر وشك برضو ابعدي عن حاجتين، عن الفتله. الفتله هتبهدل الوش وبتطلع بقى الشعر ايه، يعني هو في البدايه كان الشعر وبري مش باين اصلا، بتطلعه واقف، يعني اللي هو لازم يتعمل بقى تاني، لازم يتعمل عشان انت بتشوكي نفسك وبتشوكي اللي حواليك لما تيجي تبوسي حد. فالفتله بشعه جدا في كشعر الوش يعني. الحاجه الثانيه التشقير ده بشع، غير ان هو ممكن يسبب التهابات ووقع في الجلد بيبقى باين جدا، يعني عارفين اللي هو بدل ما جت تكحلها عمتها، انت بيبقى باين اصلا انت بشقر، يعني بيبقى باين كل شعرايه بقى، يعني لو انت في الطبيعي في العادي مش هيكون باين، لما تشقري هيبان، وهيبان شعر اصلا ما كانش باين. فبلاش موضوع التشقير ده خالص. النقطه اللي بعد كده، افضل وقت اشيل فيه الشعر من الجسم، من كل الجسم بقى عامه، بيكيني اريا واندر ارم والجسم كله، هو بعد البريوت على طول. طيب عشان بقى في سؤال انا كان يعني محيرني جدا الموضوع ده فلازم اقوله لكم، عامه برضه هوضحه بالتفصيل في الفيديو ان شاء الله بتاع البريوت وازاي نهتم بالنظافه الشخصيه في الفتره دي والكلام ده كله. حلو، بس احنا في دلوقتي، انا دلوقتي بشيل الشعر بعد البريوت على طول. طب فتره البريوت
انا لو في شعر هيبقى الموضوع صعب والتهابات وريحه يعني سوري الدم بيمسك في الشعر وبيبقى الموضوع صعب قوي. فازاي انا هشيل الشعر بعد البيريود واستحمل القرف ده فتره البيريود؟ الفكره بقى ان انت مره على مره لما بتبتدي تعملي المنطقه دي عقبال ما بيجي ميعاد البيريود ما بيبقاش لسه الشعر طلع قوي، يعني بيبقى طلع بنسبه صغيره اللي هو اصلا حتى ممكن ما تعرفيش تقصيه من كتر ما هو صغير. فيا دوب اول ما البيريود تخلص هتقومي شايلاه على طول، فمش هتحسي بموضوع اللي هو ايه انه ما فيش نظافه او كده. عامه كل ما تعملي كل ما الشعر من المنطقه دي هيقل، كل ما هتاخدي عن انت تعملي والشعر يطلع معاكي بسهوله وباليونه، يعني الالم بتاع المرات الاولى ده هيخف بس مع الوقت. فانت لما بتعملي بعد البيريود على طول بيبقى الشعرايه خلاص يعني طالعه كده ويعني بتقول لك شيليني جاهزه، انما في الوقت العادي بيبقى الالم اصعب، تحسي كانه كهربا كده في المكان. انا ما اعرفش هي اسباب نفسيه ايه او متعلقه بايه، بس هو الوقت الانسب اللي هو بعد البيريود على طول تشيلي الشعر. فانت لو انتظمتي على ان انت تشيليه كل شهر هيبقى الشعر اصلا صغير، يعني الشعر اصلا هيطلع صغير مش هيلحق يطول، مش يعني لو انت بتعملي كل شهر مش هيلحق يطول قوي لدرجه ان هو يضايقك وقت البيريود. فانتوا انتظموا ان انتوا تعملوه بعد البيريود على طول، مريح جدا. طيب انا هو صاحيه الصبح ومقرره ان انا هعمل النهارده سويت في المنطقه دي او هشيل الشعر ازاي، اعمل في وقت ايه على مدار اليوم؟ في ناس بتقول ان هو يكون بالليل وتعملي وتخش تنامي، بس انا شايفة ان هو ما ينفعش لاسباب كتير. اولا انت محتاجة تاخدي وقتك، فانت تخيلي مثلا قاعدة في بيت 7 افراد كل واحد عايز يدخل التويلت مرة يخبطوا عليكي، اخواتك بقى الشباب انتوا عارفين رخمين قوي، بتعملي ايه ها؟ بتعملي ايه جوه في خنقة وانت اصلا بتبقيش مستحملة نفسك؟ فعشان تعملي بالليل وتخش تنامي انا بحس كمان الموضوع صعب لانه محتاج اعصاب، محتاج تبقي فايقه، يعني انت بالليل خلاص طاقتك اتهدرت على مدار اليوم، فانت جايه بالليل مفيش اصلا خلق ان انت تقعدي تعملي. لكن الصبح البيت فاضي شويه ورايق شويه، تاخدي وقتك براحتك، هتعملي اللي انت عايزاه، تاخدي شاور، عايز تخشي تنامي تريحي جسمك من العلقه دي تمام. بس ان انت تعملي بالليل وتنامي انا مش شايفه انه ده صح، فالافضل ان انتوا تعملوا الصبح بس في يوم تكوني قاعده فيه في البيت، بحيث ان انت برضو تهوي على نفسك عشان ما تجيش بقى وتلبسي وتخرجي. انا ما كنت بعمل سويت او بعمل جسمي والبس واخرج كنت ببقى حاسه بحرقان، لكن انت قاعده في البيت هتحطي كريم مرطب هتبقي مهويه على نفسك فمش هيجيلك التهابات او مش هتحسي الموضوع صعب. خامس حاجه عايزه اقولها لكم ان كل حاجه بتتعود، مش حاجه اسمها ما اعرفش، مش حاجه اسمها مش هقدر، ده صعب مش هعرف، كله بيجي بالتعود وبالممارسه. يعني انا في الاول لما اتعلمت موضوع الفتله ده كانت يعني الخيط بيدخل في صوابعي لدرجه ان هي ممكن تتقطع، مش تتقطع جرح بسيط كأن مثلا سكينه، يعني سكينه اللي هي اسمه ايه الخربوش البسيط ده الخربوش البسيط ده من الخيط، من كتر ما الخيط حامي وانا عماله اعمل. واقول لكم انا كنت بعمل ايه عشان اعرف اعمل موضوع الفتله ده في منطقه تانية في جسمي عشان ايدي تاخد عليه قبل ما اعرف اظبطه على وشي، فكانت صوابعي دي بتتقطع. السويت ده في الاول عشان اسيحه كده في ايدي على النار او اسيحه في ايدي عشان تعرفي تعملي بيه، كانت صوابعي دي بتفقفق عادي. كل ده في الاول عادي، وانس ان انت تتعودي مره في الثانيه خلاص الموضوع بالنسبه لك سهل واريح ومش هتاخدي وقت ومش هيبقى فيه وجع زي الاول خالص. فكل حاجه بالتعود، عشان زي ما بقول لكم ما تضطروش ان انتوا تروحوا لحد تكشفوا على حد تبقوا تحت رحمه حد ولازم بقى مشوار وتروحي وتكلفي وتصرفي وتكشفي على حد والكلام ده كله، انت تعلمي تعملي نفسك هتبقي زي الفل. انا كده خلصت معاكم يا بنات بشكل مؤقت بس لحد ما ان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية هنتكلم في حاجات اكتر واعمق من كده بكتير. بس حاليا انا عايزاكي بقى ايه تدي الموبايل لمامتك، تشغلي لها اللاب مثلا او الكمبيوتر او التابلت او اي حاجه وتسيبيها وتقومي تقعدي جنبها ويعني ايه بتتكلم عليكي في حاجه اسمعي الكلام ده كده، يعني اتفضلوا حضراتكم هاتولي بقى ماماتكم عشان انا عايزه اتكلم معاهم كلمتين كده في السكرته. ان شاء الله الفيديوز اللي جايه هكلمكم عن كل حاجه بالتفصيل، كل اللي انتوا عايزينه هو جاي، بس انا ما كانش ينفع ان انا اقعد اتكلم عن ازاله الشعر بالتفصيل من كل منطقه
وانا عارفه ومتاكده ان في بنات كتير اصلا اهاليهم مش بيوافقوا على الموضوع ده، وان في حاجات ومعلومات عندهم ناقصه، وانا بقول لا خش شيل الشعر وخلاص. لا، هو الموضوع اصلا ليه ابعاد تانية، فانا كان لازم اتكلم في كام نقطه كده قبل ما ندخل في الجد. امهاتي عزيزاتي، انا كنت زي بناتكم كده في يوم من الايام نفسي اعمل حاجات كتير، ومش بعرف اتكلم مع مامتي خالص الله يرحمها، ما كنتش قريبه منها، وحتى لما كانت بتيجي تفتح معايا اي موضوع تتكلم معايا في اي حاجه كنت بصدها، ما كنتش بعرف احاورها في اي حاجه من كتر الكسوف، كنت بكسف منها جدا. فتخيلوا ان اقرب شخص ليا انا مكسوفه منه ومش عارفه اساله في حاجات ضروريه جدا. في الجيل ده بالذات، في زمن السوشيال ميديا، في زمن التلفزيون، كل البنات لابسه، كل البنات حاطه ميك اب، كل البنات بتعمل ماسكات، كل البنات مهتميه بنفسها، بنتك هتبقى عايز تعمل زيهم، واللي مش هتعرفه منك كده كده هتعرفه، فتعرفه منك بطريقه صح احسن ما تروح تعرفه من حد بره ويقول لها معلومه غلط وتاذي نفسها وتخاف تقول لك ان هي اذت نفسها عشان ما تعاقبهاش، لان انت من البدايه مثلا كنت منع الموضوع. واللي ما تعملش برضاكي وارد جدا ان هو يتعمل من وراكي. واحنا ما بنتكلمش في ان البنات هتعمل حاجه غلط، احنا بنتكلم في اساسيات ونظافه شخصيه. مبدا ان انا ازاله الشعر الزايد او ان البنوته تكون مهتمه بنفسها من سن صغير، ده ما ينفعش غير وقت الجواز، ما بقاش ينفع خاصه في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده مع كل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، وهي شايفه اصحابها وبيعملوا وبيروحوا وبييجوا، طبيعي كبني ادم طبيعيه هتبقى عايزه ان هي تعمل زيهم. ان بنوتك تشيل الشعر الزايد من البيكيني اريا والاندر ارم دي حاجه صحيه ونظافه، عشان ما نرجعش بعد كده ندخل في التهابات وتضطر ان هي تتكشف على دكتور او حاجه في سن صغير جدا، لان الشعر الزايد ده بيجيب بكتيريا وبيسبب التهابات وما بتتعالجش غير مع الوقت، يعني هتدخليها في قصه ودوامات احنا في غنى عنها. بلس ان احنا لو استنينا ان هي تبقى عروسه وجينا عملنا حاجه زي كده قبل الفرح، هتبقى لاول مره في حياتها بتعمل الموضوع ده، فانتوا متخيلين كميه الالم اللي هي اصلا مش بقى مستحملاها، هنخرب على البت من اولها، يعني تبقى التهابات بقى ومش طايقه حد يلمسها ولا حد يقرب منها، مش متعوده، وتضطر بعد ما تتجوز تروح تتكشف على حد. طب ليه؟ طب ما هي تاخد على الموضوع ده من اولها، ومع الوقت الشعر هيقل، ومع الوقت هي هتتعود تعمل نفسها، فمش تضطر ان هي تروح لحد، وهتبقى بنوته ست جميله نظيفه في بيتها. يعني هي بتبتدي القصه من وهي بنت، لكن ما فيش واحده بتتعلم حاجه على كبر، تعلمها ازاي؟ قصه ان البنت ما تقربش من المنطقه دي غير لما تيجي تتجوز، واحنا كده وكبرنا على كده وتربينا على كده، حلو انتوا. لكن الجيل ده مختلف خالص. يعني انا في مره اصحابي سخنوني وقعدوا يقولوا ازاي وازاي انت عايشه كده ودي نظافه واحنا امهاتنا عادي وانا بعمل ده من زمان، فروحت ايه اتجرأت ان انا اكلم مامتي في حاجه زي كده، قلت لها ان انا عايزه اشيل الشعر من المنطقه دي، قالت لي لا، فروحت على عمتي عشان عمتي دي كانت قريبه مننا برضو، فقلت لها يا عمتي دي ماما مش موافقه ان انا اشيل الشعر ده ازاي، ومتضايقه قوي وفاكره ان هي تنصفني. اللي فاجئني بقى هو موقف عمتي برضو، ان هي ايدت كلام ماما وقالت لي طبعا مش هتشيل الشعر دلوقتي، ما عندناش بنات تشيل الشعر من سن صغير كده، لما تبقي عروسه يوم جوازك هنشيل لك عشان تبقي منوره. انا في حياتي عمري ما هنسى الكلمه دي، منوره يوم فرحي ده عذاب، ده موت بالبطيء، ده الموضوع ده بياخد وقت اسرع قبل ما يتعود عليه. فازاي مثلا واحده ممكن تقعد 25 سنه كده؟ ازاي؟ وفي بنات دلوقتي ممكن تتجوز في سن اكبر من كده بكتير، فازاي عايزه تسيبيها تعيش مرحله كامله كده من عمرها وهي مش نظيفه؟ يعني اصل دي نظافه، دي ملهاش اي مسمى تاني غير النظافه، يعني ايه اللي هيحصل يعني لما هي تنظف نفسها وتتعود على الموضوع ده وتبقى شاطره فيه؟ ولا اي حاجه خالص، ده كله خير ليها، يعني ده في مصلحتها. اقعدوا مع بناتكم، قربوا منهم واتكلموا معاهم، لان هم محتاجين لكم اكتر من اي حد تاني، ما تسيبهمش ياخدوا المعلومه من اي حد، حتى انا، يعني ليه ياخدوا مني المعلومه لما انت مامتها موجوده تقدري تتكلمي معاها وتقدري كمان تعملي لها الموضوع ده لحد ما هي تكبر شويه وتوعى وتعمله لنفسها. في النهايه من شاب على شيء شاب عليه، واللي بيتعود على حاجه من صغره هيتعود عليها طول عمره، وان هي تكون نظيفه في نفسها ده هيخليها نظيفه في حاجات كتير. لكن يا فرحتي بواحده مظهرها من بره جميل وانيق وبتاع، وهي من جوه الموضوع مش ظريف، الموضوع مش موضوع نظافه او شكل قد ما هو حاجه صحيه وحاجه
نظافة، يعني حاجة مش هتسبب التهابات، حاجة بالعكس حاجة مفيدة للجسم عامة. فيارب تكون رسالتي وصلت، وانت اقرب حد لبنتك فما تخليش حد يدخل ما بينكم. بناتكم محتاجين لكم بشكل لا تتخيلوه. يعني انا البنات لما بتكلم في اي موضوع بحس ان هم متلهفين للكلام اللي هيتقال، عندهمش خبرة ولا معلومات عن اي حاجة خالص، وده مش صح، لان انا كنت كده لحد سن كبير وفاتني حاجات كتير في حياتي معرفتش لما لحد دلوقتي. فليه نضيع على بناتنا يعني عمر تاني ممكن يعيشوه بخبرة وبحياة احسن لما ده في ايدينا؟ وفي النهاية دي حاجات صح مش غلط، يعني هما في النهاية مش هيعملوا حاجة غلط اصلا عشان نرفضها. بس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكون الرسالة وصلت. اشكركم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.